انا ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ صباح الخير عليكم. صباح النور. ان شاء الله ان شاء الله دي المحاضره الثانيه في الاكسل، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله تقدروا تستفيدوا ان شاء الله في المحاضره دي وتاخدوا معلومات كويسه جدا. حاضر حاضر ماشي حاضر. اللي انا كده كده بسجل المحاضره، ما تقلقوش. ماشي يا شباب، نتوكل على تمام. الله. انتوا حد طبق اللي انا بعته لكم المره اللي فاتت ولا لسه برضو انتوا ما اشتغلتوش بيه قوي؟ هو لسه عشان ما فيش حاجة، يعني اللي هو كنت حضرتك بتقول في فيديوهات وكده اللي هي تبعت على اللي هو ايوه، انا مكتوب على بتكلم النت. مثلا على الداتا. مثلا طب انا بعت لكم مثلا الاكسل شيت امبارح، فاهمين قصدي ايه؟ يعني كنتوا قعدتوا تبصوا عليه، الموضوع هيفرق كتير قوي والله. ما هو بالنسبة للمبتدئ يا دكتور تقريبا هتبقى صعب شوية التطبيق عليه ولا ايه؟ ليه لو صعب؟ لسه يعني. لا مش صعب ولا حاجة، يعني مش صعب لا ولا هو حاجة. الموضوع مش صعب اكيد، بس يعني اقصد اقول لك ان هو لو واحد برضه لسه جديد فهتبقى بالنسبة له الامر لسه عايش شوية يعني. ماشي 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 يا سيدي ماشي. بص يا شباب، ان شاء الله ان شاء الله الفيديو ده او الحلقة دي عن عن الاكسل. بس بقى نتكلم النهارده عن حاجتين حلوين قوي. ثواني بس، عم معاكم شير اهو دلوقتي. انتوا كده شايفين اللي انا شايفه؟ تمام كده تمام. كده تمام. ماشي. بصوا يا شباب، احنا دلوقتي ثواني بس كده لحظة، اقفل بس الحاجات دي كلها. تمام. بص يا شباب، دلوقتي احنا قلنا ان ده الاكسل، وده شكل الاكسل اللي انت بتشوفه اول ما تيجي تفتح الاكسل، اللي هو بيبقى عبارة عن مربعات، والمربعات دي اسمها خلايا، وال A B C D دي اسمها عمدان، والواحد اتنين تلاتة دي اسمها صفوف. تمام كده يا شباب؟ تمام. دلوقتي احنا هنتكلم عن داتا اسمها او فانكشن او معادلة اسمها. قبل ما اقول اسمها ايه، فدي انا هقول ان هي انت بتدور على ابره في كوم قش، ابره في كوم قش. تمام كده يا شباب؟ من ضمن الابره في كوم قش دي اللي هو، بصوا، اللي هي الفي لوك اب. الفي لوك اب دي هتشتغلوا بيها. يعني مش عايز اقول لكم انا بشتغل بالفي لوك اب دي، يعتبر في اليوم كل ساعه. تخيلوا كل ساعه، يعني انت شغال مثلا 8 ساعات في اليوم، فانت بتشتغل حوالي 7 ساعات بالفي لوك اب. فاهمين قصدي؟ يعني فاهمين هي مهمة قد ايه؟ فاهمين قصدي ولا لا؟ فده الانترو للفي لوك اب. بص يا شباب، قاعدة الفي لوك اب في الاكسل بيقول لك دي من اكتر من واحدة من ادوات الاكثر استخداما. على فكرة الجملة دي انا جايبها من جوجل، بيقول لك دي من اكتر الادوات المستخدمة في الجداول الالكترونية، تستخدم للبحث عن قيمة معينة في عمود من جدول وإرجاع قيمة مقابل عمود آخر في نفس الصف. يعني من الآخر، اللي هي بتستخدم في إيجاد قيمة معينة في مجموعة من القيم. يعني أنا هقول لك إيه، يعني مثلا بقول لك إحنا عندنا مثلا مثلا جامعة كاملة، الجامعة أو كلية مثلا زي كلية الآداب أو كلية التجارة أو أي كلية تاني، وبقول لك انا عايز بيانات 10 طلاب من ضمن الاف الطلاب اللي في الكليه. فاهمين قصدي؟ يعني احنا عندنا الوفات مؤلفه في الكليه، فانا بديك خمس اسماء من الطلاب، وانت بقى دور لي بقى في الخمسه دول في الالوفات دي. فاهمين قصدي؟ ده شكل المعادله. المعادله بتتكون من اربع حاجات، واحد اتنين تلاته اربعه، ما هي كل كومه بتفصل عن اللي قبليه. يعني دي كده معادلة، قصدي دي كده ركن، ده ركن، ده ركن، ده ركن. بيقول لك ايه اللوك اب فاليو اللي هو الركن الاولاني ده، بيقول لك دي القيمة التي تريد البحث عنها. انت بتدور بايه؟ اللي لو تفتكروها في امبارح، اللي هي الكرايتيريا. فاكرين الجملة دي امبارح؟ انتوا باين عليكم لسه الكاركتريا ما صحيتوش. انتوا معايا يا شباب؟ بصوا يا شباب، احنا امبارح قلنا ان في حاجة اسمها كرايتيريا ورينج في الكاونت اف. الكرايتيريا دي اللي احنا كنا بندور بيها، لو تفتكروا الموضوع ده. اللوك اب فاليو دي برضه عامله زي الكرايتيريا. انت بتدور بايه او القيمه اللي انت بتدور بيها؟
التيبل اري اللي هو في النسخه الثانيه دي بيقول لك ايه المكان اللي انت بتدور فيه، اللي هو الرينج لو تفتكروا امبارح، اللي هو الرينج. الكولوم اندكس نمبر اللي هو رقم العمود. الرينج لوك اب كود اللي هي الحته الاخيره دي، اذا لو انت عايز النتيجه اذا كانت يعني محدده ولا تقريبيه. طبعا انتوا مش فاهمين اي حاجه زي ما انا بالظبط مش فاهم. تعالى بقى نبتدي نخش في البتاع ده، بالتالي كده هتفهموا اكتر. ده احنا عندنا جدول من ضمن الجداول، ده اسمه كود العميل، البلد، رقم الفاتوره، قيمه الفاتوره، نسبه الخصم. فاهمين قصدي ولا لا؟ كانوا شايفين اللي انا بتكلم فيه ده ولا لا؟ ده كويس، انتوا بدو تصحوا اهو، كويس. طب ماشي، طب كويس، يعني علوا صوتك اكتر بقى، انا عايز كده حماس كده. بصوا، كود العميل ده كل عميل طبعا لازم يبقى ليه كود معين، والبلد في كل بلد ايه، ورقم الفاتوره، الفاتوره برضو لازم تبقى ليها رقم مميز عشان ما ينفعش الفواتير تكون متكرره، وقيمه الفاتوره. طب لو انا عايز اعرف كود العميل ده، عايز اعرف لو في عمله متكرره نعملها ازاي، نعرفها ازاي؟ كويس كويس، انا عايز افتكر يا رب. كونديشنال فورماتنج، كونديشنال اللي هي بصوا تيجي تقفوا هنا كده وتقفوا هنا وهتلاقي هايلايت وفي حاجه اسمها دوبليكيت. افتكرتوا الجمله دي بالظبط، دوبليكيت اهي، الحاجات المتكرره. كويس قوي، الجهات المتكرره. دوس كده، هل في دوبليكيت؟ لا مفيش دوبليكيت الحمد لله. طب هل في رقم فاتوره دوبليكيت؟ تعالى كده نشوفها كده. لا مفيش الحمد لله. طب هل في قيمه فاتوره دوبليكيت؟ لا برضه. طب الحمد لله ماشي، لكن طبعا في هنا، في هنا دوبليكيت في البلاد، يعني الكويت دي هتلاقيها كتير، مصر هتلاقيها كتير، وهكذا كده. تمام كده يا شباب، بصوا بقى. تمام، هو مدينا الجدول ده وبيقول لنا ايه بقى، بيقول لي انت بقى عند، بصي دي كده، دي كده كانها بيانات كتيره قوي العملاء. فبيقول لي انا مديك حوالي 6 عملاء، انا عايز البلد بتاعتهم، وعايز رقم الفاتوره، وعايز قيمه الفاتوره، وعايز نسبه الخصم. تمام كده يا شباب. طب اول حاجه خالص نبتدي نجيب نسبه الخصم. طب نجيبها ازاي؟ لو تلاحظوا هنا بيقول لي ان الفاتوره ما بين 10 ل 20000 جنيه او اقل من 20000 بتاخد 2%. تمام، من 20000 ما فوق ل 4%، من 30000 ما فوق 7%. واخدين بالكم من نسبه الخصم دي؟ تمام. فده الاول، اول حاجه نجيب نسبه الخصم نعملها ازاي. بصوا يا شباب، اول حاجه هنبتدي ايه، يساوي في لوك اب، دي لوك اب ندوس عليها مرتين اهي، دبل كليك. امشوا بقى مع المعادله. بصوا احنا لسه في اول ركن، اللوك اب فاليو دي اللي احنا بنقول عليها ايه، اللوك اب فاليو اللي هو ايه، القيمه اللي احنا بندور بيها. انت بتدور بايه؟ هقول له انا بدور بين، هو بيقول لي قيمه الفاتوره، يبقى ادور بايه، قيمه الفاتوره، بقيمه الفاتوره اللي هو المبلغ ده. تمام، يبقى انا كده ده اللوك اب فاليو كوما. بيقول لي انت بتدور فين، التيبل اري ده انت بتدور فين، اقول له انا بدور من اول قيمه الفاتوره. لازم وانت بتدور اول ما تحط هنا قيمه الفاتوره، يبقى لازم في الجدول ده يبقى اول حاجه تقف عليها قيمه الفاتوره برضه، اهو كده كده بقول له انا بدور هنا وهنا. تمام كوما. بيقول لي انت عايز انهي نتيجه، الكولوم اندكس نمبر. بيقول لي انت عايز النتيجه في انهي عمود، اقول له انا عايز النتيجه اللي في العمود الثاني. ما هو ده 1 2، سامعيني ولا لا؟ سامعيني. ده العمود رقم 1 وده العمود رقم 2، صح؟ احنا بقى عايزين العمود رقم 2 لان احنا عايزين نسبه الخصم 2 كوم. بيقول لي بقى انت عايز النتيجه مظبوطه ولا تقريبيه. تقريبيه دي اللي هي ترو، ابروكسيميت. ابروكسيميت دي يعني نتيجه تقريبيه، فوق اكزاكت دي اكزاكتلي يعني اللي هي ايه بالظبط، او حاجه اكزاكتلي اكيد سمعتوا اسم اكزاكتلي قبل كده. اكزاكت دي اللي هي حاجه دقيقه. لا انا اقول له انا عايز التقريبيه. ليه تقريبيه؟ وادوس واقفل الكوس وادوس انتر. لان لو انا قلت له انا عايز نتيجه اكزاكت، 43900 دي مش موجوده هنا، الرقم ده مش موجود، صح ولا غلط؟ مظبوط. يعني الرقم بيجي ما بين ال 40 وال 50، لكن 43900 دي مش موجوده. خدت بالكم ولا لا يا شباب؟ القصور ما بتتحسبش. لا انا سكوا بالله عليكم شويه، انا مش سامعكم بجد. ايوه تمام، انا عارف ان احنا لسه صاحيين، والله يا جماعه اقسم بالله انا صاحي لكم من الساعه 7 يعني. على فكره خدوا بالكم، بس عايز اقول لكم بس على حاجه.
الكورس ده او الكورس ده اول كورس ابتديه من يوم جمعه وسبت، فاهمين قصدي؟ يعني انا كنت على طول ببتدي كل جمعه، كنت شغال قصدي كل جمعه، انتوا معايا؟ فانا لما جيت اشتغل قلت بقى ايه عشان نقلل الوقت نشتغل جمعه وسبت، فانا عارف ان يوم السبت الساعه 11 الصبح يبقى الموضوع لسه صاحيين من النوم والله، بس انا فعلا صاحي لكم بدري علشان ابقى مجهز للحاجه. تمام يا شباب؟ بص تمام. فاحنا قلنا ايه ان احنا هنختار ترو، دي الترو يعني نتيجه تقريبيه، ونسحب بقى المعادله لتحت كده ونشوف ايه اللي هيحصل. احنا قلنا لما نيجي نسحب المعادله هنلاقي، بصوا هنلاقي اخر المربع ده هتلاقيه فيه علامه زي زائد كده، نروح ساحبينه لتحت. شباب كده تمام كده يا شباب؟ تمام تمام. تعالوا بقى نشوف احنا عملنا ايه. ثانيه بس كده، بس حاجه غلط بس كده. 43000 دي تقع فين؟ تقع ما بين ال 40 وال 50 صح؟ او اقل من 50 فياخد 10%، خد 10%. طب تعالى ناخد مثلا 32000 جنيه، ده 32000 ما بين ال 30 وال 40 خد 7%. انتوا خدتوا بالكم ولا لا؟ يعني احنا كده ماشيين صح. 53000 جنيه دي ما بين ايه وايه؟ ما بين ال 50 واقل من 60 فخد 15%، فكده تمام. تمام. حاضر حاضر. لا تاني، لا عينيا، ده احنا لسه قاعدين يا اسراء ما تقلقيش. 500 ايه الرقم العجيب ده؟ 569000. فكده ايه؟ لو تلاحظوا هياخد لانه فوق ال 60000 بكتير. فكده خد كام؟ 18%. خدتوا بالكم من الحته دي؟ يعني لحد 60000 او اقل من 60000 ياخد 15%، من اول 60000 ما فوق ياخد 18. بص الرقم ده 569000 جنيه، خد 18%. خدتوا بالكم يا شباب؟ تمام. تعالوا بقى للي جاي بقى. ممكن بقى حد بقى كده فايق كده صاحي كده يتكلم معايا، بس انا مش هخليه يشتغل معايا، بس عايزه يتكلم معايا. ممكن. نعم. المعادلة من تاني؟ لا لا ما تقلقش، احنا قاعدين المعادلة دي احنا مكملين فيها. ده كده بسم الله الرحمن الرحيم، ده كده ده بقى نشتغل هنا بقى. ممكن حد كده صاحي كده يتكلم معايا شوية؟ الو السلام عليكم. مع حضرتك. تعالى يا بكري، تعالى تعالى، انت عصب يا بكري بس انا بحبك، تعالى. والله ابدا. بص يا بكري، انت بتشتغل اصلا يا بكري اكسل؟ يعني بتشتغل اكسل شويه ولا لا؟ مش كتير بس عشان حاجه الكليه يعني. اه ماشي كويس قوي كويس. بص بص يا بكري، بيقول لك دلوقتي احنا كل اللي معانا بالصلاه على النبي كده كود كود العميل بس. تمام؟ تمام. فبيقول لي ايه؟ انت من كود العميل احنا عايزين منه نجيب البلد. تمام؟ فهنيجي نعمل ايه؟ بص يا بكري، احنا هندوس اول حاجه نوسع دي شويه كده عشان نيجي نكتب المعادله، ندوس يساوي. خلاص ركزوا يا جماعه في اللي انا بقوله مع بكري علشان يعني الناس لما تيجي تتكلم معايا المره الجايه. هندوس في لوك اب، دي المعادله. تمام تمام. نمشي بقى واحده واحده. اللوك اب فاليو دي انت اول ما تقف عليها كده هي دي احنا لسه فيها اهي. لوك اب فاليو بيقول انت بتدور بايه؟ اقول له انا بدور ببكري مثلا بكود العميل بالرقم ده صح كده؟ ماشي. وبعد كده ندوس كوما. بعد كده نقلني على الركن اللي بعديه، قال لي انت بتدور فين؟ هقول له انا بدور. ركزوا يا جماعه، بصوا يا جماعه في اللي انا بقوله، ركزوا في اللي انا بقوله. لما تيجي تدور لازم تدور باللي انت يعني انت دلوقتي بتدور بايه؟ بكود العميل. يبقى لازم بدايتك من كود العميل وبتمشي كده ما بترجعش لورا. الفي لوك اب بتمشي بي سي، يعني بتمشي اي بي سي دي كده، لكن ما بترجعش اف اي دي سي، يعني ما بترجعش لورا، فاهمين قصدي؟ ايوه تمام كده يا شباب. يعني هندوس في لوك اب تاني، يقول انت بتدور بايه؟ بقول له انا بدور بكود العميل ده، ادوس كوما. يقول لي انت بتدور فين؟ يبقى لازم ان انا اول حاجه ادور بيها في الجدول يبقى كود العميل، امشي كده بكود العميل لحد ما اوصل للبلد، او ممكن اكمل للاخر على فكره، يعني ممكن اكمل لحد الجدول كده. وبعد كده دوس كوما تاني. معلش ممكن سؤال؟ اتفضلي. لو الكود بتاع العميل مش هو اول حاجه في الجدول، يعني ايه؟ فاهميني اكتر. يعني احنا دلوقتي الكود بتاع العميل دوت لازم يكون عند الخلايا اللي هي احنا ماشيينها A B C. اه يعني مثلا نفترض ان كود العميل بقى هنا مثلا، هو أصلاً كان هنا في مثلا إيه؟ كان هنا. اه ما هو هنا بقى في الحاله دي. صح صح، هي على فكره بتتكلم في حاجه فعلا فاليد. بصوا يا شباب،
لو كود العميل هنا يبقى غصب عنكم لازم تاخدوه كده كوبي وتدوسوا كده كليك يمين تحطوه هنا. فاهمين قصدي ايه؟ تمام. يعني ما ينفعش ان انتوا تشتغلوا، انا مكان مسحت، يعني ما ينفعش ان انتوا تشتغلوا على الوضع ده، مش هتعرفوا تجيبوا نتيجة. فاهمين؟ صح. حلو السؤال ده، مين اللي سأل السؤال ده؟ أنا بسمة مصطفى. بص يا بسمة، اقول لك على حاجة، انت عارفة يا بسمة ان اكسل حلت المشكلة دي بمعادلة تانية اسمها اكس لوك اب، بس اقول لكم بعدين. تمام. في لوك اب يا شباب يعني اسمها فيرتيكال، فيرتيكال وقدامها اللي هي الهورزونتال. الفيرتيكال اللي هي بتمشي عمودي عمودي كده، دي كده عمدان بتمشي رأسي، اما الهوريزونتال او الاتش لوك اب بتمشي كده، بتمشي افقي. فاهمين قصدي يا شباب؟ فاحنا نرجع بقى لبكري عشان طولنا معاه شويه، معلش يا بكري احنا اسف. نعم. بص يا بكري يلا، بيساوي في لوك اب. تمام. اللوك اب فاليو اللي احنا اللي هي ايه دي يا بكري؟ المكان اللي انا هبدأ بيه اللي انا اللي بدور هو بيه. العمود دور بيه. طب حاضر حاضر يا اسماء، ارد عليكي بعدين، ثانيه كده نجيب دي كده بس يا بكري لحظه بعد اذنك، ناخد دي كده الكلام ده كده ونحطه هنا كده عشان الناس تقراه. تمام، تعالى كده عشان الناس تقرا الكلام ده اهو. تعالى، بيساوي في لوك اب. الفي لوك اب بيقول لك ايه؟ اول ركن اهو، من اول اركان اهي، هي القيمه التي تريد البحث عنها. ايه هي اللي انت بتدور عليها او البحث عنها؟ اهي القيمه دي. وبعد كده ندوس كوما. التيبل اري، اقرا دي كده يا بكري، هو النطاق الذي يحتوي على البيانات اللي هو الجدول ده. تمام. يبقى احنا دورنا، احنا بندور بكود العميل، فنبتدي بكود العميل هنا ونمشي ايه يعني شويه كده. بعد كده ندوس كوما تاني، بيقول لك الكولوم اندكس نمبر، او اللي هو رقم العمود في نطاق البحث الذي يحتوي على القيمه التي تريد ارجاعها. انهي قيمه يا بكري احنا عايزينها؟ البي 2 لا، السي اللي هي البلد. في احنا دلوقتي احنا بندور على ماشي. البلد، احنا عايزين البلد، فندور هنا ناخد البلد. البلد ده في انهي عمود؟ اللي هو واحد السي اتنين، لا اللي هو رقم في اتنين. اتنين، بعد كده ندوس كوما. اثنين. اتنين، تمام. بعد كده اقروا بقى الحته دي. بيقول لك بقى ايه اخر كوما، اخر بعد ما ندوس كوما يقول لك ايه بقى؟ ترو اور فولس. انت عايز النتيجه بتاعتك تكون دقيقه ولا تكون تقريبيه؟ لا انا اقول له انا عايزها دقيقه، دقيقة. انا عايزها فولس فولس. ادوس على فولس دي دبل كليك. تمام. واروح بعد كده دايس اقفل الكوس وادوس انتر واقف كده المعادله. لو انت في الشمال، لو انت الاكسل بتاعك في الشمال، هتلاقي اخر المربع ده كده فيه زي مربع صغير كده، تروح واقف عليه كده وتسحبه لتحت. لو انت في اليمين هتلاقي مربع كده في اليمين وتسحبه لتحت. تمام كده يا شباب. قال لك ان العميل ده في تمام. الجيريا، اللي هو الجزائر ويونايتد عرب وعراق وايجيبت. طب انا عايز اتاكد ازاي يا بكري؟ انت مثلا لما تيجي تدور مثلا في اكسل بتدوره ازاي؟ حد كده عنده اقتراح؟ لما بتيجوا مثلا تدوروا في اكسل. نعم. كنترول اف. جدع صح، كنترول اف. جدع. بقف هنا، اقف كده. تقريبا كان ده صفر تقريبا. عايز تسكت شويه يا بكري. الو. تقريبا كان في دلال للسيرش ان انا ببحث انا ايوه اهي، ما هي اسمها بتقف هنا كده، وبعد كده تروح دايس كنترول صوت ده. اف. كنترول اف اهي. تمام. وتدور بالكود ده، صح ولا غلط يا ستي؟ اهو، وندوس كده فايند. قال لك بص اهو، فايند اهي، قال لك ان العميل اللي هو 49 67 5 ده، او 49 67 5 في الجيريا. طب تعالى نتاكد من واحد تاني مثلا، ده واقف هنا كده واعمل كده كنترول في. قال لك ان العميل اللي اخره 481 ده في مصر. كده احنا ماشيين ايه يا شباب؟ مظبوط. كده احنا ماشيين مظبوط. حد ممكن يجي يساعدني تاني ولا كده؟ ولا سلام عليكم. تعالي يا بسمه، تعالي يا بسمه، تيجي ينفع تشاركيني معاكي؟ تمام حضرتك. ماشي، ممكن تعالي استاذك بقى يا استاذه بسمه لو سمحت، لو سمحت يعني. تمام. عشان انا بنام جنبه. ماشي، يلا بينا. بص يا ماشي. ستي، احنا دلوقتي بيقول لي بقى ايه؟ بيقول لي احنا عايزين كمان رقم الفاتوره. تمام؟ تمام. ماشي، يبقى احنا دلوقتي احنا عايزين النتيجه ايه يا بسمه؟ اللي هي ايه؟ رقم الفاتوره. طب يعني تمام. احنا عايزين من هنا نحط رقم الفاتوره اللي هنا.
تمام؟ تمام يلا بينا ندوس يساوي في لوك اب. لوك اب فاليو اللي هي ايه؟ اللي هي اول حاجه القيمه اللي انا بدور عليها، اللي هو انا بدور على ايه. لا انت بتدوري بايه الاول؟ بايه؟ انا تمام بدور بايه؟ انا بدور بكود العميل ده اللي معايا، ما هو انا مش هينفع ادور تمام بالالجيريا، بأي حاجة تانية انا معايا مظبوط. لازم يبقى معايا حاجه كده فريده ان انا اعرف اشتغل بيها. يعني لو انا دورت بالجزائر الجيريا او الكويت هيجيب لي اي نتيجه منهم، فاهمين قصدي ايه؟ تمام يلا بينا، يبقى انا ادوس على ده كده. يبقى انا ايه دورت باول حاجه اللوك اب فاليو اهي، بعد كده ادوس كومن، بعد كده يا ستي كود نعمل ايه؟ العميل بقى عايز، اللي هو انا بدور على فين، بدور فين جدع؟ اللي هي المفروض اللي هي رقم الفاتورة بالظبط. يبقى انا اللي اقف، هي يبقى لازم، دي. يبقى لازم لحظه، يبقى لازم اقف من اول كود العميل لحد الدي، فاهمه؟ لحد دي يبقى تمام اقف من اول كود العميل لحد الدي، تمام؟ بعد كده ادوس كوما. ها النتيجه، انت عايزه انهي نتيجه؟ اللي هي رقم دي، رقم اللي هو رقم الفاتورة 3، اللي هو العمود رقم تمام 3. بصي لو تلاحظي اسمها كولوم اندكس نمبر، نمبر يبقى واحد تمام اتنين تلاتة، تمام كده يا ستي؟ ثلاثة تمام. تلاتة. بعد كده ندوس كوما. انت بقى عايز النتيجة تقريبيا ولا بالظبط؟ لا تقريبا عشان ده رقم لا بالظبط، احنا عايزينها بالظبط، مش تقريبيا، احنا عايزينها بالظبط. تمام يبقى ندوس اكزاكت، اكزاكت دي، او ندوس صفر. لا ده، لا ده ندوس صفر بس. وبعد كده نقفل القوس تمام وندوس انتر اهو، وبعد كده نسحب المعادله، نقف كده في اي حته في الجنب كده وتلاقي ان نسحب المعادله. جاب لي ايه؟ ارقام الفواتير. حلو ده، حد يقدر يساعدني تاني؟ شباب صدقوني انا متاكد ان في حد يقدر يساعدني. أنا يلا بينا، يلا بينا، يلا هنعمل قيمة الفاتورة. يلا زينه، ندوس الاول بيساوي. احنا الاول حاجه بس احنا بندور على ايه يا زينه؟ على قيمة الفاتورة يبقى احنا هندور على قيمة الفاتورة اللي في الجدول ده، نحط ثواني نحطها هنا في الجدول ده، تمام كده؟ يبقى بيساوي في لوك اب اهو. انت اللوك اب فاليو دي اللي هي ايه؟ اللي هي أنا بدور بإيه؟ صح كده، انا بدور بكود العميل، لان لحد الان، او عارفه اقول لك بقى على حاجة حلوة كمان، انت تقدري كمان دلوقتي ما تدوريش بكود العميل، ده انت كمان تقدري تدوري برقم الفاتورة، لان رقم الفاتورة فريد مفيش زيه، فاهمه قصدي؟ تمام يعني ممكن تدوري يا اما بكود العميل يا اما برقم الفاتوره، فاهمه قصدي؟ نبتدي مثلا يا ستي، فهمت. خلينا نشتغل بكود العميل عادي، يبقى بيساوي في لوك اب، تمام. ها اللوك اب فاليو جي دي تو اللي هو ده، ندور بكود العميل، تمام. بعد كده ندوس كوما، بعد كده يعني هندور فين؟ يبقى ادور من اول، اقف هنا كده، اقف الاول على كود العميل كده على العمود كله، تمام، وامشي لحد قيمة الفاتورة، تمام كده يا ستي، تمام. وادوس كوما. وبعد كده رقم العمود كام؟ رقم العمود ادي واحد أربعة اتنين تلاتة اربعة، صح، واحد اتنين تلاتة اربعة، يبقى رقم اربعة. أربعة وبعد كده ندوس كوما تاني، لو تلاحظوا المعادلة احنا لسه اهو، ندوس كوما، فنقلني اهو، بيقول لي انت عايز النتيجة بتاعتك تبقى تقريبية ولا مظبوطة؟ أقول له أنا عايزها مظبوطة، اللي هي اكزاكت دي، أدوس عليها مرتين دبل كليك كاي، وأقفل القوس وأدوس إنتر، وأسحب المعادلة لتحت كده، جاب لي إيه؟ النتيجة أهي. يلا مين اللي يجيب معايا قيمة الخصم؟ ها؟ تمام مع حضرتك. يلا أنا بينا، ممكن أنا؟ ماشي. يلا يلا يلا، أنتوا الاتنين مفيش مشكلة. طب أقول لك على حاجة، استني بس، مين اللي قال الأول؟ عمر، عمر صح؟ مع حضرتك، مع حضرتك. انور، بصي يا انور، طب معلش انا اسف يا اسماء، وهنتكلم وادخلك في لوك اب تاني عادي مفيش مشكلة، مش تفرق يا عم. يعني يلا يا عم حضرتك. انور بقى، خلاص بقى، يلا سخن كده معايا، ماشي مع حضرتك. ماشي يلا بينا. انا ادوس الاول بيساوي قيمة الخصم، في بيساوي في لوك اب اهو، تمام. دي لوك اب اللوك اب فاليو دي بص انت بتدور بايه؟ اللي هو كود العميل. كود العميل بيساوي اهو، مع كده كوما. ها التيبل اري ده اللي هو ايه؟ اللي هو المكان اللي انا الجداول بدور او فيه، المكان المكان اللي انا اللي بدور بدور فيه فيه. اللي فيه البيانات اهو، الجدول ده كله. وما دام انت بتدور بكود العميل يبقى لازم تبتدي بكود العميل، خلاص، يبقى اقف على كود العميل كده واروح ساحب لحد نسبة الخصم،
تمام يا شباب؟ تمام تمام. وبعد كده دوس كوما. تمام لما دوس كوما بص بيقول لي ايه؟ بيقول لي كولوم اندكس نمبر، بيقول لك انت النتيجه اللي انت عايزها في انهي جدول، في انهي قصدي عمود. ها العمود الخامس. العمود الايه؟ الخامس ادي 1 2 3 4 5 صح 5 اهو. بص اهو نكتب 5 اهي، 5 اهي في المعادله اهي. بعد كده دوس كوما. النتيجة اللي انت عايزها، انت عايزها نتيجة تقريبية ولا نتيجة لا مظبوطة؟ نعم مظبوط اكزاكت ماتش. يبقى اكزاكت ماتش. ادوس عليها دبل كليك اهي وادوس انتر وخلاص، انتر اهي. ابص واسحب المعادلة لتحت. الله ينور يا شباب، والله انا مبسوط. طب والله انا مبسوط بجد. حد انا اعتقد ان الدنيا دلوقتي ابتدت توضح، صح ولا غلط يا شباب؟ لا لا ايوه صح، ابتدت دلوقتي لو توضح. سمحت ممكن اسال حاجه؟ اتفضلي اتفضلي طبعا يا زينب. هو دلوقتي لو هو الرقم اللي انا بكتبه اللي هو العمود اللي انا عايزه ادور فيه ده بيبقى بعد من اول اللي انا عامله لهم سيلكت، ايوه بالظبط. عشان اول انا مش سيلكت ده، اول سيلكت ده رقم واحد. تمام. ماشي، ايه تاني يا شباب؟ في حد عنده اي اسئله تانيه جميله؟ انا عندي سؤال، مثلا اتفضلي. هو ايه الفرق في الـ يعني في الجدول اللي هو على جنب ده قيمة الفاتورة اللي فيه قيمة الفاتورة والخصم ما بين او ما بين تعالي السوق التانيين؟ شويه قدامي، يعني انا اسمع ليه ما ممكن تعالي السوق استخدمتش شويه، دول؟ اسمع اسمع تعالي السوق شويه. يعني عرفت سامعني؟ انا سامعك. طيب ايه الفرق في الجدول اللي هو اللي على جنب الصغير ده اللي فيه قيمة الفاتورة والخصم ماشي. اللي فيه الفاتورين بس وما بين التاني؟ يعني ليه ما خدتش من ده؟ اخد منين؟ إيه؟ ليه ما خدتش من الجدول الصغير اللي على جنب ده؟ ليه خدت من الجدول اللي هو فيه الداتا كلها اللي فيه البلد والفاتورة والقيمة والنسبة والخصم؟ انا عايز اسالك سؤال يا اسماعيل. نعم. دلوقتي انت شغاله مدرسه مثلا، او انت مثلا نائب مدير مثلا، تمام، في مدرسه كبيره، تمام، وجي واحد جه قال لك انا في واحد اتخانق مع ابني ومعايا رقم الاي دي بتاعه اللي هو في المدرسه رقمه 104، هتروحي تدوري فين؟ حد عنده أسئلة؟ حد عنده إجابات يرد معايا؟ مع حضرتك. يعني دلوقتي يا أسماء أنا قصدي إيه؟ أنا قصدي إن دي بيانات المدرسة كلها، تمام؟ هو إداكي شوية بيانات صغيرة يقول لك أنا عندي شوية حاجات بسيطة، أنت بقى جيبي لي البيانات الباقية، فاهم قصدي إيه؟ أنت فاهمة يا أسماء؟ يعني فاهماني؟ فهمت. دي يعني كأني بدور في درج فيه ملفات، بالظبط بس بالظبط. الملف هو فيه ايوه، ما البيانات. هي دي الداتا كلها يا اسماء، ما هي دي الداتا كلها، فاهم قصدي؟ طيب ما دي الداتا كلها. فانا عندي شويه قيم صغيره وعايز ادور امتى بنحتاج الناتج التقريبي وامتى بالظبط. حلو السؤال ده يا امام. ما احنا قلنا بقى الناتج التقريبي ده التقريبي، بص الترو اهي، دي ترو. الناتج التقريبي نتيجه ان انا عندي نسبه خصم اهو، لو تلاحظوا نسب خصم ايه، من 10 ل 20 تاخد 2% ومن 20 ل 30 تاخد 4%. انا عندي هنا قيم فواتير 43900 500000 وما اعرفش ايه، فعمر ما في ارقام من هنا هتناسب هنا، فعشان كده بقول له انا عايز الرقم تقريبي. فاهمين؟ تمام كده يا ايمان؟ ماشي. بص يا شباب، في لوك اب 2 بقى، انا عايز بقى الناس بقى تصحصح. ها قولي وانا كان ممكن اجيب قيمة الخصم من رقم الفاتورة، قيمة الخصم من التاني كده، معلش. قيمة الخصم من لا رقم يعني الفاتورة عيدي لي السؤال بدل تاني، كده عيدي لي السؤال عندي. تاني كله. ممكن اجيب قيمة الخصم من، يعني اخلي اول حاجة رقم الفاتورة بدل كود العميل. ايوه، ما انا قلت كده، ما انا قلت لكم، قلت لها، كان ما اعرفش كان مين اللي كان بيكلمني في حاجه زي كده او كان بيجاوب. احنا عندنا دلوقتي تو برايمري كي، برايمري كي اللي هي حاجه يونيك، حاجه ما فيش زيها. كود العميل، ما فيش عاملين بياخدوا كود واحد، ورقم الفاتوره ما فيش عاملين هياخدوا رقم فاتوره واحده. فممكن تدوري بكود العميل او ممكن تدوري برقم الفاتوره. فاهمين قصدي؟ تمام. بس كده. تعالى بقى يلا في لوك اب 2، يلا بينا يا شباب. مين جاهز؟ يلا بينا.
تمام يا حضرتك. مين؟ الو، موجود. يلا بينا، مين هيبتدي معانا؟ المسمى الوظيفي. بصوا الجدول ده يا جماعه هيبقى لازق معانا في حياتنا كلها، الجدول ده. ماشي، دلوقتي احنا عندنا جدول فيه بيانات موظفين، رقم موظف واسم موظف ومحاسب وشغال ايه وبيقبض كام ورقم موبايله، وعندي شويه بيانات صغيره اهي. انا عايز الموظف ده، عايز اعرف المسمى الوظيفي ايه وراتب الموظف ورقم موبايل. يلا بينا المسمى الوظيفي، يلا بينا. يلا قول لي اسمك ايه. ممكن نعمل ايكوال فلور. اسمك ايه؟ طارق. طارق، مش عشان اسم بس مش باين. ماشي يلا طارق، ايكوال وبعد كده ندوس في لوك اب. يلا بينا. ممكن نعمل هندور بايه؟ هندور بايه اهم حاجه؟ ممكن نعمل رقم وظيفة أو اسم وظيفة أو الفرع ده اللي هو في الجدول التالي. لا لا، ركز أكتر، رقم الموظف، اسم الموظف. طب بص هقول لك على حاجة. لا هو ممكن الرقم، لأن ممكن يبقى رقم الموظف. صح كده، رقم الموظف. اسمعني يا مروان، صح؟ أنت طارق، قصدي طارق. بص يا طارق، هقول لك المشكلة فين يا طارق. المشكلة إن أنت ممكن تلاقي أسامي الناس، ممكن في واحد اسمه ثلاثي متشابه مع حد تاني، ولما تيجي تلاحظ برقم بالارقام من 1 2 3 دي ارقام تسلسليه مش موجوده هنا، ولما تيجي ندور بالفرع، الفرع برده 1 و2 و3 و4 برده مش موجودين هنا. فاللي موجودين هنا في الجدول ده اللي هو رقم الموظف واسم الموظف، صح كده طارق؟ تمام. تمام، نيجي بقى نختار. تحب انت لما تيجي تدور تدور برقم بطاقه ولا تدور باسم موظف؟ انا اللي انا شايفه ان انا ادور برقمه. ليه؟ الرقم مفيش رقم، مفيش اتنين بياخدوا رقم واحد، فاهم قصدي؟ لكن بص يا شباب، سامعيني كده كويس؟ مع حضرتك. بص يا عم طارق، الفكره بقى في ايه دلوقتي يا طارق؟ الفكره دلوقتي ان احنا بيكون عندنا حاجتين، رقم الموظف واسم الموظف. انا افضل انك ما تدورش باسم الموظف، لان في اسامي، لان في اكتر من اشخاص متسجلين باسم واحد، يعني احمد محمد السيد محمد ما اعرفش ايه، بيبقى الاسامي دي اسامي بتبقى كتير منهم، ناس كتير واخده نفس الاسم، فاهم قصدي؟ تمام. بس احلى حاجه بقى في الموضوع رقم الموظف. رقم الموظف ده ما فيش فيه اختلاف، ما فيش موظف، اتنين موظفين بياخدوا رقم واحد. خلاص كده يا طارق، خلاص تمام ماشي. يلا بينا بقى نبتدي بقى من الاول اهو. يلا، بيساوي في لوك اب. ها، لوك اب عندي سؤال بمناسبة البحث. الو، بقول حضرتك انا عندي سؤال معلش بمناسبة النقطة دي. لحظة بس، لحظة بس يا انور، بعد بعد دي ونتكلم وارجع لك. يلا يلا يا طارق. خلاص نعلم على العمود بتاع رقم الموظف. رقم الموظف اهو، بعد كده بعد كده نعلم على الجدول من ركز بقى، عند ركز رقم. ركز، كوما كوما بقى طارق، كوما كوما عشان نبقى على اللي بعديها. تمام، يلا بينا على اللي بعديها بقى. ها، بعد هنشوف نبتدي الجدول رقم الاول ده. الموظف يبقى ايه؟ رقم واحد النهارده من رقم من ايه لحد سي. جدع، لحد سي، جدع، من ايه لسي. يلا بينا وندوس كوما. ايه تاني؟ العمود التالت اللي هو سي، اللي هو تلاتة، اللي هو واحد اتنين تلاتة. شايف مثلا بقول له ايه؟ انت اعمل منفاش تنام في جامعة، وبعد كده زيرو، لو مش ممكن تنام في اوضه تمام، وبعد كده دوس زيرو واقفل الكوس ودوس انتر. تعالى بس كده نخليه في النص كده، نكبر الكلام كده شويه. ايوه اهو، قال لك ان مؤمن رياض ده اذن. طب تعالى كده نبص كده، مؤمن رياض اذن اهو، خدت بالك اهو. وشادي محمد، شادي محمود قصدي زياد، شادي محمود، شادي 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 محمود كده اهو اداري اهو. طب تعالى نبص كده، حمزه 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 محاسب، حمزه محاسب. كده احنا ماشيين صح، خلاص كده يا عم طارق، تمام كده يا شباب. تمام. انور انت كنت عايز تسالني في حاجه، اتفضل انور. كنا بنقول ان الداله دي تستخدم في البحث في اول جد في اول بتاع ده عمود في الجدول، مظبوط؟ علي صوتك شويه بس يا طارق وانا اسمعك. احنا كنا بنقول ان الداله دي بتستخدم في البحث في اول عمود في الجدول. الداله دي بتستخدم في اول عمود في الجدول؟ ايوه، ما هو مش لازم اول عمود، افرض مثلا رقم الموظف ده كان هنا مثلا.
ايوه انا بتكلم بقى في كده، يعني انا ممكن نبحث برقم الفاتوره وكده. ايوه يعني قصدي افهمني تاني كده، تاني كده انا اقول لي كده تاني. احنا لو رجعنا مثلا للانترو بتاعت في لوك اب كده، هنلاقي ان مكتوب ان احنا بنبحث في اول عمود في الجدول. لا مش لازم اول عمود، يعني يعني نفترض، نفترض ان كود العميل ده مثلا، مثلا كان هنا مثلا، وانا عايز قيمة بس الفاتورة مثلا، انا كنت عايز قيمة الفاتورة، فاهمني؟ كنت ادور بكود العميل في رقم الفاتورة بس كده، يعني مش لازم يبقى في اول الجدول بالظبط، فاهمين قصدي ايه؟ ايوه كده تمام؟ تمام. آلاء انت كنت عايزة تشاركي، تعالي آلاء اطلعي. آلاء، آلاء السلام عليكم يا آلاء. طب ماشي، انا هبتدي اهو. حد حابب يشارك معايا برضو في راتب الموظف؟ الو السلام ممكن مع عليكم، حضرتك يلا يلا بينا، قول لي بقى من الاول بقى خالص. ها ماشي. هنعمل يساوي يساوي، يلا في لوك اب في لوك اب اهو، فتح لك، فتح لك الركن اهو بتاعت الاركان الفي لوك اب. اول حاجه ايه؟ هناخد بقى اللوك اب فاليو اللي هي المفروض رقم الموظف رقم الموظف بالظبط اهي. وبعد كده والتيبل اري اللي هو لا لا لحظه لحظه، بعد رقم الموظف ايه؟ بعد اللوك اب فاليو ايه؟ كوما، صح كوما. كوم. تمام ماشي تمام ماشي، بعد بديهي. كده نروح تيبل اري، اللي احنا بندور فين؟ ماشي قول لي بقى، نبتدي من اول فين لفين؟ من اول ايه لحد دي على فكره انت ممكن تبدا من ايه لحد ايه، فاهم؟ عادي مش من فارقه، ايه؟ انت فاهم قصدي؟ تاخد كل الجدول يعني تقصد. ما عنديش مشكله. بعد كده ندوس كوما، ها تمام الكولوم اندكس نمبر، النتيجه اللي انت عايزها في العمود الرابع ادي، رقم واحد أربعة. اتنين، واحد اتنين تلاتة اربعة، راتب اربعة صح جدع. بعد كده ندوس كوما، ها النتيجة اللي انت عايزها نحط زيرو بقى أو نحط اكزاكت ماتش. ماشي باش زيرو، يلا نحط زيرو، زيرو وندوس انتر. الله عليك تسلم ايديك اهو، نعملها كده ونكبر الكلام أيوة شوية كبر الكلام. بس كده. قال لك ان شادي ده بيقبض 2585، تعالى كده شادي، شادي 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 2585. طب حمزة، حمزة 2766، حمزة 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 2766، الله ينور. مين اللي جاي تاني؟ يلا رقم موبايل آخر حاجة، أنا يلا يلا قولي لي يا ستي. ها ماشي ماشي. في لوك اب، يساوي في لوك اب، في رقم الموظف، لوك اب فاليو، بس قولي لي كده لوك اب فاليو، احنا عايزين كذا يعني. لوك اب فاليو ايوه ماشي، احنا عايزين رقم الموظف رقم الموظف وبعد كده. ها كوما، الله ينور عليك، يلا وبعدين التيبل هنسحب اري ال انت بتدوري فين؟ نعم هنسحبه كله من الأول للآخر، من الأول للآخر. من اول من ايه لحد ايه. تمام ماشي، بعد كده ندوس كوما. كوما وبعدين خمسة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، خمسة صح كوما تمام، وبعدين زيرو. زيرو، يلا ينور عليك، ونقفل القوس وندوس انتر، الله ينور، ونسحب السحبة الجميلة دي لتحت كده ونخليه في النص كده ونكبر الكلام شوية. يا آلاء انا كنت عمال انده عليك انت ما كنتش بتردي، ف ماشي تمام كده يا شباب. تمام. حد مش فاهم حاجة يعني، انا هي قاعد زيرو، كده. هي اشمعنى الزيرو بقى؟ معلش نعم الزيرو اشمعنى؟ لا ما هي زيرو او فولس مش فارقة تمام. يعني، هي بديل بس مش اكتر. ها حد عنده اي سؤال في الفي لوك اب؟ حد مش فاهم حاجة؟ لا فين؟ تمام كده شباب، كله فاهم الحمد لله. الحمد لله تمام. الحمد لله تمام. طب حد حابب اتكلم معاه في حاجة كده، يطلع معايا كده على المايك كده ونكبس سوا؟ طب حد يطلع معايا يكبس، نكبس يا بكري. ايوه مع حضرتك. ماشي يا بكري، بص يا بكري، هل انت طب الحمد لله، هل انت يا بكري درست لغة برمجة قبل كده او تعرف لغة البرمجة قبل كده مثلا؟ البايثون وال بلس الايه؟
البايثون والسي بلس بلس. بجد والله انت مذاكرهم؟ طب والله الله ينور عليك. السي بلس بلس عشان الكلية، والبايثون ما كملتوش بصراحة، بس يعني رحت بس كويس كويس كويس، دي حاجة عشان حلوة قوي الفرونت اند. على فكرة. صح، انا دلوقتي بدرس بايثون، انا خلصت السيكوال ودلوقتي بدرس بايثون. المهم هقول لك بقى على حاجة كده، في اي لغة برمجة، اسمعوني يا جماعة في اللحظة اللي جاية دي، في اي لغة برمجة بكري بيكون في قاعدة اف. قاعدة اف دي اللي هي ايه؟ اللي هو ايه؟ لو اعمل كذا تحط له شرط في الاول، لو الشرط ده ما نفعش روح لكذا، طب لو الشرط ده ما نفعش اعمل كذا. هقول لكم يعني، هقول لكم كمثال مثلا بسيط. هقول له مثلا ايه، بقول لي مثلا لاخويا مثلا الصغير، بقول له ايه، بص يا محمود انا هديك 100 جنيه تروح تجيب لي مثلا كيلو لبن من عند اللبان مثلا، تمام يا شباب؟ فكده انا قلت له ايه، انا عايز كيلو لبن، خلاص كده انتوا معايا صح؟ قولوا لي اه احنا معاك. اه مع حضرتك. تمام، قلت له خد 100 جنيه هات لي كيلو لبن، قال لي خلاص يعني ده كده الشرط، قلت له هات كيلو لبن. فقلت له روح عند روح مثلا عند اللبان، قال لي طب لو ما لقيتش كيلو لبن اعمل ايه؟ يبقى انا الاول قلت له الشرط اللي هو هات لي كيلو لبن، ولو لقيته هاته، يعني لو لقيت كيلو لبن اشتريه. طب لو ما لقيتش كيلو لبن هات لي مثلا وليكن كيلو جبنه. انت فاهمين قصدي ايه؟ يعني انا بدي له الشرط بديل صح، اللي هي اف عموما، اللي انا اول حاجه بدي له الشرط بقول له ايه، هات لي كيلو لبن. طب قال لي ايه، طب لو انا رحت عند اللبان ولقيت لبن، قال لي قلت له خلاص هاته، يعني هاته وارجع خلاص كده. قال لي طب لو ما لقيتش، قلت له طب هات لي كيلو جبنه. فاهمين قصدي ايه؟ تحط له اولويه. هي دي يا جماعه، على فكره يا جماعه اللي انا بقوله ده في اي لغه برمجه ايا كانت هي ايه وايا كانت المسميات. يعني في السيكوال اسمها كيس وين، يعني الكيس ان انا بحط له الكيس، يعني الكيس دي اللي هي الشرط، يعني بقول له ايه لو لقيت كذا، وين دي بقى ايه، لو لقيته اعمل كذا، طب لو ما لقيتوش اعمل كذا. فاهمين؟ هو ده اف دي من الاخر. دي يا جماعه يعني الحياه كلها في الاكسل، لان انت طبيعي ان انت اي حاجه بتحصل قصادك بيبقى فيه شروط. يعني مثلا يقول لك مثلا مديرك، بقول لك ايه مثلا يا محمد، اتفضل يا فندم، بقول لك ايه، روح مثلا عند استاذ اسامه وقول له ابعت لي ميل كذا 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 كذا. طب اقول له ماشي. طب لو انا رحت ولقيت اسامه اقول له ابعت لي. طب لو ما رحت وما لقيتوش، قال لي بقى لو انت رحت وما لقيتوش شوف الديليجيشن مين او مين اللي مكانه ويبعت لك هو الميل. فاهمين قصدي ايه؟ دي بتبقى شروط. انتوا فاهمين يا جماعه اللي انا بقوله ولا انا ايوه تمام، انتوا كويسين يعني؟ تمام. طب الحمد لله، طب الحمد لله انتوا كويسين. يلا بينا بقى، يلا هو بسم الله انترو اف. بصوا يا شباب، بيقول لك ايه بقى يا معلم، بيقول لك ان الداله اف من الدالات الاكثر شيوعا في الاكسل، شيوعا مش استخداما، شيوعا مشهوره يعني، وتتيح لك اجراء مقارنات منطقيه. ولذلك بصوا احنا اللي انا بشرحه ده نفس اللي انا كنت بشرحه في الفيلوكاب اللي انتم ما كنتوش فاهمينه في الاول. ولذا يمكن ان تكون عباره اف نتيجتان، النتيجه الاولى وهي لو النتيجه بتاعتك طلعت صح او الشرط بتاعك طلع صح، والنتيجه الثانيه لو الشرط بتاعك ما جاش. طبعا احنا مش فاهمين حاجه صح؟ السلام عليكم ولا ايه؟ طب تمام. قاعده اف بتكون من ثلاث شروط، من ثلاث حاجات. اللوجيكال تيست وهو الشرط، فاليو اف ترو اللي هو لو الشرط اتحقق، من الاخر يعني لو الشرط اتحقق، فاليو اف فولس لو الشرط ما اتحققش. بصوا هي مكونه ايه، من لوجيكال تيست، ده تيست اهو يعني تيست، ولو التيست ده اتعمل له ترو، ولو التيست ده اتعمل له ايه فولس، يعني لو التيست نجح او التيست ايه فشل. خلاص كده يا شباب؟ تمام. ودي شويه امثله عليها. بيقول لك ايه بقى، بيقول لك لو اف سي 2 اللي هي الخليه بتساوي كلمه يس. بصوا يا جماعه، اي كلام بيتحط ما بين كوتيشن، عارفين الكوتيشن اللي هي الشرطتين دول، اي كلمه بتتحط ما بين كوتيشن، علامه تنصيص صح، علامات تنصيص جدع، دبل كوتيشن كمان، ده مش كوتيشن واحده، ده دبل كوتيشن اللي هو اللي هي علامتين ورا بعض. تمام، اي ارقام بتتكتب عادي. خلاص كده يا شباب. فبيقول لك ايه، لو الخليه سي 2 بتساوي يس
اللي هي دي بتساوي يس، اكتب لي واحد. لو لا اكتب لي اتنين، فهي طبعا بتساوي يس. يبقى هنعمل ايه؟ يبقى نكتب واحد. واحد. تمام. وهنا بقى بصوا بقى كلام كتير 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 كتير. تعالوا بس ايه نشرح الاول ايه قاعده اف. تعالوا بصوا كده على المثال الجميل ده، بيقول لك ايه اف لو بي 2 اكبر من 80. اذا جود، خدتوا بالكم من جود؟ جود محطوطه ما بين اتنين كوتيشن، خدتوا بالكم دبل كوتيشن. طب لو لا يبقى باد. بصوا بيقول لك ايه الشرط بتاعك اللي هو ايه، لو بي 2 اكبر من 80 يبقى ده كده الشرط خلاص. طب لو الشرط اتحقق تقول له جود، يعني اللي هو كويس. طب لو الشرط ما اتحققش تقول له ايه؟ باد. باد صح كده، اللي هي باد. يبقى نبص لها كده، سكور دي 88 دي اكبر من كام؟ 80. يبقى نكتب ايه؟ تبقى جود. صح جود. 61 باد، اصغر من ال 80 يبقى باد. باد. 94 اكبر من 80 يبقى جود، وهكذا. تعالوا بقى نخش بقى ايه، يلا بينا. حد جاهز ولا لا؟ السلام عليكم. انا بحب اقول كلمه السلام عليكم دي. يلا سيمبل اف ايه، يلا بينا اهو. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، والله اهو. بيقول لك ايه يا معلم، بيقول لك ايه ده التارجت. تعالى كده بس نخليهم كده مفصولين عشان تفهموا. التارجت 300,000، ومحمد واحمد وابراهيم واسماعيل كل واحد عاملين ارقام، فاحنا عايزين نعرف هو ده اوفر اتشيف ولا مش اتشيف. تعالى نكتب الاول، اول كلمه هتتكتب هي ايه؟ ها ايكوال ايكوال اف بقى، اف اف على طول اول واحده. بصوا مكونه من ثلاث حروف، من ثلاث قصدي اركان. اول حاجه الشرط، الشرط بنقول له ايه؟ لو المبيعات السيلز اهي اكبر من 300,000 300. اذا بقى ايه؟ اقول له مثلا اوفر. اوفر يعني ايه اوفر؟ يعني انا مبيعاتي، يعني دلوقتي انا شغال في شركه مبيعات وبيقول لي ايه؟ انت تارجتك 100,000 جنيه، تارجتك قصدي 300,000 جنيه. تمام؟ ولو انا جبت 100,000 يبقى انا كده تحت ال 300، صح ولا غلط؟ صح كده. طب لو انا فوق ال 300 يبقى انا كده اوفر ال 300، صح ولا غلط؟ تمام. تعالى نعملها من الاول، يبقى بيساوي اف لو ده اكبر من او بيساوي الرقم ده 300. 300 اذا نعمله مثلا ايه؟ اتشيف مثلا، اللي هو ايه؟ او حقق التارجت، حقق التارجت خلاص كده. طب لو لا ها كوما نكتب ما حققش تاني فيها ما حققش. خدتوا بالكم من دي ولا لسه؟ ما هو 100,000 جنيه هيحقق ازاي؟ ما حققش. طب بصوا بقى يا شباب، بقى في حاجه كده بسيطه، ما حققش دي اللي هي باد. نعم؟ ما حققش دي اللي هي باد، اللي هي جود او باد مش فارقه، يعني قصدي ان هو حقق او ما حققش. انت ممكن تكتب اي حاجه، انت ممكن تكتب اي حاجه، فاهم قصدي؟ اه تمام. يعني ممكن مثلا تكتب مثلا جود، فعلا ممكن تكتب جود وهنا تكتب باد. ممكن اسال حاجه؟ اتفضلي. هو في الاف اول واحده اللي هي بي 2 اكبر من اور ايكوال اي 2، هو مش كده هيمشي مع اي 2 واحده واحده؟ يعني مثلا مش هياخد اي 2 اول واحده معاهم كلهم؟ مش بقول لك صح؟ مين اللي بيسال السؤال الجميل ده؟ زينه. الله ينور عليك يا زينه، عشان كده انا كاتب الجمله الصغننه دي. بصوا بقى بقول لك ايه بقى، هقول لك لان انا خدوا بالكم لما اجي انزل لتحت، ركزوا كده اللي هيحصل. بصوا لما اجي اسحب المعادله لتحت مش هلاقي حاجه، لما تيجي تقف هنا بص هتلاقيها فاضيه. انا عايز دي تبقى 300، فاهمين قصدي؟ فايه اللي هيحصل بقى؟ تيجي هنا شايفين الاي 2 دي، وندوس اف 4. اف 4 خدتوا بالكم الاف دي بقى الاي 2 بقت عامله ازاي؟ علامه الدولار، علامه الدولار قبل الاي وعلامه الدولار قبل الاثنين. بص بقى بيقول لك ايه، نضغط اف 4 علشان نثبت الخليه، علشان لو نزلنا او طلعنا في الخلايا
الخليه دي تكون ثابته. خلاص ندوس انتر. لما اجي اسحب لتحت كده ايه اللي هيحصل؟ بصوا كده اهي قد دي، اهي قد دي. فاهمين قصدي ايه؟ ال 100,000 اكبر من ولا اصغر من ال 300؟ لا اباد. ال 300 قد ال 300 او قدها بالظبط، ال 350 قد ال 300 واكبر، يبقى كده ده جود. طب تعالوا هنا كده، تعالوا نبص على الجدول ده كده. على فكره ده جدول طلاب، يعني ده جدول حاجه من مدرسه مثلا. تمام يا شباب؟ معلش ممكن الحته بتاعت اف 4 تاني؟ بص بص اقول لك على حاجه، تعالى كده اقول لك على حاجه كده تحت كده. انت معايا؟ معاك لا خليك معايا كده، علي صوتك شويه. بص يا شباب. معاك بص، وليكن هنا نكتب، نكتب هنا خمسه ونكتب هنا واحد اثنين ثلاثه اربعه. خلاص كده؟ تمام يا شباب؟ تمام. وليكن انا عايز اعمل، انا عايز النتيجه تبقى واحد في خمسه، اثنين في خمسه، ثلاثه في خمسه، اربعه في خمسه. فاهم قصدي يا انور؟ اه فاهمك. لما اجي ادوس هنا بيساوي ده في ده، واحد في خمسه تبقى بكام؟ خمسه. بخمسه. لكن لما اجي اسحب لتحت بصوا ايه اللي هيحصل؟ هينزل بخمسه. لا ركزوا بقى، 2 في 5 ب 10 تمام، بس 3 في 5 المفروض تكتب كام؟ 15. جابت لي هنا 3 ليه؟ عشان ضرب في 5. 4 في 5 المفروض ب 20، جاب لي هنا 120 ليه؟ حد فاهم اللي ضرب في الكوبايه اللي هي 30 ديت ليه بقى؟ لما تيجي تدوس كده دبل، هقول لكم على حاجه، لما تيجي تدوس هنا دبل كليك كده هتلاقي ان الاربعه ما اتضربتش في 5، الاربعه اتضربت في 30. فنعمل ايه بقى عشان نثبت الخمسه دي؟ هنروح ماسحين ده كده كله ونعمل ايه؟ بيساوي ده عادي، ده اللي بيتحرك معانا، بس في خمسه دي وندوس اف 4. اف 4 دي انت بتعمل فريز او بتثبت الخليه دي، وندوس انتر ونسحب المعادله لتحت. هتبقى 4 في 5 ب 20، 5 في 5 ب 25، 6 في 5 ب 30. لما تيجي تقف هنا كده وتدوس دبل كليك كده هتلاقي 6 في 5. خدت بالك ولا لا؟ اه يا انور. ايوه معاك كده. انت فهمت الحته دي؟ يعني انت اف 4 بتدوس عليها اول ما بتخلص، اول ما بتكتب المعادله كلها مثلا. لا انا بكتبها اهي، يعني انت هي يا انور، يعني انت بتكتب المعادله اهي بيساوي ده في ده عادي، وتدوس اف 4. انت معايا؟ وبعد كده وعلى فكره انت ممكن تدوس برده هنا كده وتدوس اف 4 برده، بس لو تلاحظ بص بقول لك على حاجه بقى انور، وركز بقى في الحته اللي انا هقولها لك دي، الحته دي بنت اللذينه قوي. لما اجي اسحب، لما انا دوست هنا بص، انا ثبتت ده وثبتت ده، تتوقع النتيجه لما اجي اسحب ده كله هيطلع كام؟ ها؟ خمسه. خمسه جدع. انا بحبكم جدا، انا بحبكم جدا، انتوا مش واكلين ملوخيه على الصبح والله، انتوا جميل قوي. نسحب كده لتحت كده خمسات ليه؟ لان انا مثبت واحد في خمسه، واحد في خمسه، واحد في خمسه. فاهمين قصدي ولا لا؟ اه انتوا معايا يا جماعه صح؟ اه بس لو ثبتنا الدي بس هتبقى عادي يعني. نعم لو ثبتنا الدي بس هتبقى عادي بالظبط، لو ثبتنا الدي ده اللي بيتحرك معانا. يعني تعالى كده نفك ده كده، لما تيجي تفكه تدوس اف 4 اف 4 اف 4 لحد ما تشيل خالص، وندوس انتر ونسحب تحت كده. الله ينور، لان ده اللي بيتحرك معانا، اما ده ثابته. فاهمين قصدي يا شباب؟ اه انا بحبك والله. طب يلا مين اللي يساعد بقى هنا معايا؟ يلا مين القمر اللي يساعد؟ انا موجود. يلا بينا. بص بقى بيقول لك ايه، احنا عندنا اسم طالب ودرجه علمي ودرجه نظري، درجه عملي قصدي، درجه نظري ومجموع درجات ونتيجه. وبيقول لك ايه، اذا كان اكبر من او يساوي 60 يكون ناجح. ها مين اللي يساعد؟ الاول الأول نجيب مجموع الدرجات اللي هي الصم. والله يا جدعان الراجل ده جاي مذاكر والله. صم اهي، صم ده وده، وبعد كده نقفل الكوس وندوس انتر ونسحب نزل ده. الله ينور عليك، ده انت تمسك الشيشه بقى. تعالى بقى النتيجه بقى، يلا بقى هنستخدم هنا اف. يلا بينا اف اهي. هنا بيقول لك اذا كان أكبر من أو يساوي 60 يبقى نكتب هنا المعادلة بتاعت 60. لا لحظة بقى، لو مجموع الدرجات عن المجموع صح، أكبر من أو يساوي 60 أو يساوي، بصوا يا جماعة، أكبر من اللي هي بقها فاتحة على الناحية التانية ويساوي 60. خدتوا بالكم ولا لأ؟
احنا لحد هنا احنا تمام، كلكم معايا؟ نشوف الشرط لو اتحدد عدد مثلا. حاضر 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 يا جماعه، انتوا كلكم معايا؟ ايوه كل عم طارق انت لسه معايا تمام، اكبر من او يساوي 60 مثلا يبقى ناجح مثلا. يبقى ناجح جدع. دبل كوتيشن اول حاجه عشان لما تيجي تكتب الاسم جوه لازم تكتب دبل كوتيشن، ناجح اهي تمام. وكوتيشن اهي. بعد كده لو كده راسب، لو كده يبقى كوما، بعد لو ما كده اتحققش يبقى راسب. راسب. انت تمسك فعلا الشيشه ونقفل كده وندوس انتر ونسحب المعادله لتحت ونشوف الكلام صح ولا غلط. ها تعالى بص على راسب دي كده، 34 راسب، 40 راسب، 65 راسب. صح يا شباب. 71 ناجح. طب لو انا كتبت هنا 60 يا جماعه ايه اللي هيحصل؟ ناجح برضه. طب ليه ناجح؟ عشان ايكوال، عشان اكبر من او يساوي جدع. صح 60 ناجح جدع. ايه رايكم يا شباب؟ السلام عليكم. السلام عليكم. زي الفل. انتوا معايا؟ علي صوتكم كده انا عايز اسمع. تمام ماشي، يعني الدنيا كده تمام كده يا نسات؟ الدنيا كده تمام؟ تمام. يلا بينا بقى ندخل، ندخل بقى اللي بعديها. يلا بصوا بقى يا شباب بقى. احنا كده دخلنا بقى في حاجه كبيره. ها بصوا بقى يا شباب بقى، احنا دلوقتي قلنا اف، ركزوا بقى معايا في اول، في اول اول حاجه خالص لما قلت لكم انا هدي لاخويا محمود 100 جنيه اقول له هات لي لبن، تمام؟ تمام. بعد كده قلت له ايه؟ لو لقيت الراجل عنده لبن قلت له ايه؟ هدي اول حاجه اديته الشرط، قلت له ايه؟ خد 100 جنيه اهي هات لي كيلو لبن. لما راح لقى الراجل عنده لبن فجابه، فقلت له بقى ايه ده؟ كده ده الشرط لما اتحقق. لكن بقى المشكله لو الشرط ما اتحققش، قلت له طب هات لي جبنه، قال لي طب لو ما لقيتش، قلت له طب هات لي زبادي، طب لو ما لقيتش هات لي جبنه رومي، طب لو ما لقيتش، فاهمين قصدي؟ نعم. نحط له حالات ثانيه. انتوا معايا يا شباب؟ تمام. لا يا جماعه لا ركزوا معايا، ده الموضوع ده كبير قوي، انا مش بهزر والله. يعني اللي احنا شرحناها في الاول دي اللي هي اف دي كانت بتاعت الناس الطيبين، اما دي بقى اف الشريره، دي بتاعت الساحل. خلاص شباب، ساحل الشرير دي اف الشريره. خلاص بصوا بقى يا شباب، بصوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. النتيجة نجح أو راسب بالظبط. بص بقى أول حاجة، بس بسم الله الرحمن الرحيم نشوف الدنيا. بيقول لك إيه بقى المطلوب؟ دي شوية نتائج لأسامي طلاب وعربي ورياضيات وإنجليزي وكل حاجة ومجموعة الطلاب أهي، وهنا النتيجة والتقدير لسه ما جبتهمش. تمام. هنا بقى بيقول لك المطلوب بقى يا عم محمد. تمام. إيه المطلوب يا عم الحاج؟ قال لك يكون راسب إذا كان أقل من 300. ها يبقى النتيجة هنا نكتب إيه؟ ماشي، هنا نشوف الأكبر من 300 يبقى ناجح. بس كده يبقى ناجح وراسب بالظبط. يبقى تعالوا بقى كده نعمل اف هيم. تمام. بيساوي المجموع ده لو ده أقل من 300 إذا أو يساوي، لا مفيش يساوي، قال لي أقل من بس. تمام ماشي يبقى تمام. راسب أقل من 300 يبقى راسب. طب لو لأ يبقى ناجح. تعالوا نسحب المعادله كده ونشوف الدنيا. راسب ليه؟ لان ده عامل 296 وهنا اقل من 300، وهنا 293 وهنا اقل من 300. تمام كده يا شباب؟ يا شباب تمام يا رجال، انتوا معايا كده كويسين؟ ايوه تمام. بصوا بقى، تمام. بصوا بقى عشان بصوا بقى الليله اللي جايه دي ليله حلوه قوي سعادتك. يعني بص بقى ويقول لك ايه بقى يا عم، ممكن احلها؟ نعم ممكن احلها. انت هتبقى معايا يا عم طارق، انت قاعد معايا هنا على فكره، انت خلاص مسكت الشيشه خلاص. تمام. احنا بيقول لك بقى ايه، اسمع بقى مني الحته دي، يقول لك اذا كان 300 او اقل يبقى راسب. صح كده، تعالى كده ايه ده، في راسب. تمام. لو اقل من 300، أقل من، تمام كده يا شباب؟
ويكون جيد اذا كان اكبر من او يساوي 350 لا وهنا من اول هنا. ويكون مقبول اذا كان اكبر من او يساوي 350 300 يبقى من اول 300 ده كده اسمه مقبول صح كده؟ ما اكبر من او يساوي 300 صح؟ اه ايه انتوا معايا يا شباب ولا لا؟ انا عايزكم فتحين كده ماشي. ويكون اكبر من او يساوي يكون جيد اذا كان اكبر من او يساوي 350 يبقى 350 ده كده جيد. 450 جيد. ويكون اكبر من او يساوي جيد جدا يبقى 450. الله ينور عليكي بقى كده عشان ايه؟ جيد جيد جدا. 550 اكبر من 550 اكبر من او يساوي 550 امتياز فكده امتياز. تمام كده يا شباب؟ تمام ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا كده عندنا مقبول من كام لكام؟ قولوا لي كده. من 300 ل 350. صح كده. وجيد؟ من 350 ل 450. هو مفيش غيرها بس اللي بتتكلم؟ يعني مفيش حد تاني بيتكلم تاني ولا ايه؟ يا شباب انتوا معايا يا شباب ولا لا؟ يا جماعه اه تمام. وجيد جدا من 450 لحد 550 و550 فيما فوق ده ايه؟ امتياز. يلا بينا. ماشي. من الامتياز ولا من الراسب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا شباب تعالى يا عم طارق اطلع يا عم طارق معايا. تمام ماشي. يلا بينا نعمل اف. اول حاجه ايه؟ اف ايه؟ والاف اول حاجه نشوف المجموع مثلا نكتب 550 او هنا لو. بص اف ايه الاول؟ لا استنى بقى يا دكتور. بص بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك راسب اذا كان اقل من 300 من 300. يبقى اذا لو المجموع ده اقل من 300 اذا ها هيبقى راسب. راسب. فكده احنا نقلنا على ممكن ايه؟ نزود الشرط. الصعوبه عاد ممكن. لحظه بقى لحظه. فبيقول لك ايه؟ احنا كده حققنا الشرط الاولاني. طب الشرط واتحقق. طب لو لا يبقى نعمل ايه؟ بقى هنكتب اف تانية. جدعين اف تانية. لو المجموع ده اقل من ايه بقى؟ اقل من كام؟ ها ممكن حد يساعدني؟ 350. الله ينور عليك انا بحبك انا فعلا بحبك. من 350 يبقى مقبول. يبقى مقبول. مش احنا قلنا اللي اقل من 300 راسب صح؟ اه. يبقى بعد كده من فوق ال 300 صح ولا غلط؟ اه صح. يبقى من فوق ال 300 فاحنا بقى قلنا له ايه؟ يبقى انت كده عندك من فوق ال 300 لا اقل من 350 يعني من 300 ل 350 كده مقبول خلاص. بعد كده كومة تانية بعد كده. طب لو ما تحققش اف كمان اف تالتة. يبقى لو ده اقل من اقل من كام؟ 450. يبقى جيد. اذا جيد. طب لو لا كوما اف كمان اف كمان. احنا قلنا لحد كام 450؟ يبقى لو المجموع ده اقل من ها 550 اذا ايه؟ جيد جدا. جيد جدا. اف كمان برضه كوما. طب لو لا طب غير كده اكبر من او يساوي ها اكبر من 500. لا لو لا يبقى امتياز على طول. مش احنا قلنا اللي اقل من 450 من 550 يبقى جيد جدا. طب لو ما اتحققش يبقى اكيد من فوق ال 550 يبقى اكيد هو فوق ال 550. السلام عليكم ولا ايه؟ طب انا عندي سؤال هنا. تمام اتفضل. هو اكيد عندكم اسئله. اكيد عندكم اسئله. احنا دلوقتي قلنا مثلا على بتاعه اقل من 550 يبقى جيد جدا. طب ما ممكن يجيب لي هنا الارقام اللي هي اقل من برضه 350 او 450 ودول برضه اقل من 550. طب انا هقول لك على حاجه. بص يا عم انا هقفل الاكواس
وبعد كده نتكلم. خلاص. الو. ايوه تمام ماشي. بص احنا عندنا كوس 1 2 3 4، اربع كوس مفتوحين، يبقى نقفلهم. واحد يبقى 1 2 3 4، دوس انتر ونقفل كده ونسحب لتحت. تعالى نتاكد الاول يا انور. يلا بينا انور. يلا جاب 550 اهو، يبقى كده هو ايه؟ امتياز. ما هو اكبر من او يساوي 550 اهي. طب جاب جاب جيد ده جيد ده جايب 368. 368 ما بين كام؟ اكبر من ما بين 300 ان هو كده جايب جيد 850 و450 بس كده. طب مقبول ده جايب كام؟ 326. ده اقل من كام؟ اقل من 300 350 ده مقبول. طب جيد جدا مش موجود هنا، جيد جدا. طب ايه رايكم نحط جيد جدا مثلا، نحط مثلا 470 مثلا، نحط مثلا هنا الرقم ده 470. جاب جيد جدا كده. احنا ماشيين صح يا انور؟ صح صح. تعالى بقى انور بقى اسالني بقى الاسئله انت عايز تسالها. احنا قلنا دلوقتي واحنا بنكتب المعادله أي. لو مثلا الرقم ده اقل من 300، اقل من مثلا 450 ماشي، طب يبقى جيد. طب ما ممكن برضو يجيب لي اللي اقل من 350، هو ده برضو اقل من 450. بص يا انور انتوا معايا يا جماعه صح؟ انتوا كلكم سامعيني صح؟ تمام. بص يا شباب اقول لكم على حاجه كده هتفيدكم قوي. بص تعالوا نمسك الجزء ده كده شويه. لما اجي اقول له اقل من 300 هو هيبقى راسب صح كده؟ صح ولا غلط؟ صح. لما انا بحط له الشرط بقول له لو اقل من 300 لو الشرط اتحقق خليه راسب، طب لو الشرط ما اتحققش يبقى هو كده من فوق ال 300 صح؟ يبقى احنا كده بنبتدي من فوق ال 300 صح ولا غلط ولا ايه؟ صح. يعني احنا انا قلت له ايه؟ اللي اقل من 300 خليه راسب، فهو حقق لي الطلب ده او حقق لي الشرط ده، يبقى بعد كده يبقى فوق ال 300 صح ولا ايه؟ تمام. يبقى من فوق ال 300 بقى، يبقى احنا كده معانا من اول 300. فانا بقول له ايه؟ من اول من هنا كده، من اول 300 كده يا طارق صح؟ الو. تمام. من اول 300 هنا لا اقل من 350 اكتبها لي مقبول. ما هي من 300 ل 350 مقبول صح؟ يعني هو مرتبها على حسب ما انت مرتب يعني. ايوه انا مرتبها اهي. ايوه طب تعالى نمسكها ايه؟ يبقى احنا كده ايه؟ يبقى احنا كده يبقى معانا من فوق ال 350. ما انا سالته اهو لو اقل من 350 خليها مقبول. طب لو لا يبقى من فوق ال 350 بقى. ما هو يا اما اقل يا اما اعلى. يعني انا بقول له ايه؟ لو اقل من 350 خليها لي مقبول. طب لو فوق ال 350، من فوق ال 350 لحد 450 كده جيد اهو. من 350 ل 450 جيد. هو بيطلع النتيجة بناء على الترتيب يعني بتاع المعادلة. ايوه ما هو لازم ارتبها. ما انا لازم هرتبها. ما انا مش هينفع يديني بيانات عشوائيه وانت تمشي على العشوائيه بتاعته. انت معايا؟ صح. تمام. فهمتك كده، فهمتها كده. واضح كده يا شباب ولا لا؟ انا ما ينفعش ابدا بالامتياز الاول بعدين جيد جدا وكده. تبدا ايه من الامتياز الاول؟ طب يلا بينا، يلا اهو تعال نبتدي من الاول اهو. يلا نخلي ال هنكتب نعم نعم بدل ما نكتب امتياز كده ندوس على السيل ديت اللي هي راسب او مقبول او جاي. مش فاهم حاجه معلش تاني كده. يعني احنا بدل ما واحنا بنكتب الشرط بدل ما نكتب راسب او ناجح او جيد جدا مثلا ندوس على السيل اللي مكتوبه فيها راسب او مقبول انت كاتبها كامل. انا اول ما بسمع راسب بلاقي صوت بيوطى. احنا في المعادله لما نيجي نكتب مثلا الشرط جيد او جيد مثلا ماشي. تمام بدل ما نكتبها ممكن ندوس على السيل اللي فيها الراتب المقبول او جيد. وادوس لي عليها عشان يعمل لي ايه؟ عشان نعمل مثلا تثبيت مثلا درجه الصعوبه لو انت مثلا تمام على كام. يا طارق يا طارق والله انا بحبك يا طارق، انت مسكت الشيشه من شويه فانا انا الصوت بيوطى. يعني صوتك يعني انت قصدك يعني ان انا بدل ما ادوس على التقديرات ادوس هنا يعني راسب وناجح يعني قصدك؟ بدل ما نكتب التقديرات احنا ندوس على راسب وناجح اللي هنا موجود هنا. طب وليه ادوس على راسب وناجح؟ عشان هنا لو دوسنا عليها نعمل حوار التثبيت فدوت برضه. طب يعني انا اعرف منين اذا كان هو جايب جيد ولا ما هي ناجح وراسب الاثنين واحد؟
يعني انت دلوقتي، طب انا عايز اعرف تقدير الراجل ده جايب جيد لا ولا اللي هي من امتياز. تحت، اللي من تحت، اللي من تحت اللي حضرتك عامله قصدك من هنا تحت يعني، هنا كده. يعني ولا هنا؟ اه ماشي ماشي، اه خلاص فهمتك فهمتك، بس خد بالك لما اجي ادوس هنا لازم اثبت المعادله. ما ايوه انت في فهمتك، تثبيت، ما انا قصدي على كده. جدع جدع مطار. انا شفت شفت انت لسه بتمسك الشيشه ازاي وبلاي. طب صدقني. طب طب خلاص كده يا شباب. ثواني بس نعمل، بس نرجع الكلام ده عشان الناس تفتكره. مين اللي كان بيسألني نبتدي من الصغير ولا الكبير؟ أنا يلا بسمة هنا بقى، تعالي بقى بسمة، تعالي تعالي بسمة، هتنبسطي هنا بسمة. تمام. بيقول لك ايه؟ بيقول لك اذا كان اكسلنت من فوق ال90 وفيري جود من فوق ال80 وجود من فوق ال70 واكسبت من فوق ال60 واقل من 60 فيل يعني اللي هو راسب. يلا بينا بسمة. إيكوال عادي، هو إيكوال عادي، إيكوال إف، نعم إيكوال إف، يساوي ايكوال اف. اي ايوه في ايوه وبعدين جي 1 اللي هو المجموع صح، وبعدين greater than or equal اللي هو أكبر من أو لا يساوي اقل من او يساوي، لا less than بس، less than بس، لا less than بس، اقل من 60. صوت بعيد يا جماعة، الصوت ليه بيوطى كده؟ والله مش عارف، هو المشكلة عندنا؟ لا الصوت واطي. تمام. احنا قلنا ايه؟ اقل من 60. 60. اقل من 60 ايه يا بسمة؟ اقل من 60 فيل اهو، بيساوي فيل كوما قصدي، بعد كده اعمل دبل كوتيشن فيل اهو، بعد كده اقفل الكوتيشن تاني، بعد كده اعمل ايه؟ كوما. طب لو مش فيل كوما يبقى يبقى سكسس سكسس صح، اعمل كده اهو ونسحب المعادله لتحت. يلا يلا بينا سكسس سكسس، وفي فيل كتير. تمام. تعالوا بقى نبتديها بقى المرة دي، المرة دي نبتديها من فوق للأصغر، فاهمين يا شباب؟ تمام يلا بينا. ممكن يبقى استخدم نعم الجدول من تحت؟ طيب استخدم الجدول. استخدم اه استخدم ماشي، حاضر حاضر ماشي يعني. يلا بينا. اف لو ده اصغر من لو 60، ركزوا بس الاول، اصغر من 60 فهو ايه؟ فيل. دي كده اول محاضرة، اول حاجة. بعد كده طب لو لأ يبقى اف، ها لو أصغر من 70، لو أصغر من كام؟ 70. 70؟ لا احنا قلنا هنبتديها من فوق خالص. ها حد عنده أي اقتراحات؟ لا أنا أحسن بقى هتجيبها من فوق. تمام. ها تبقى لو أكبر من أو يساوي ال90. لا لا هو انا مش لو هبدأها من فوق خالص، المفروض أبدأ اصلا من الاول اللي هو 60 ده، أبدأ من 90 او حاجة. اهو خليها من دي، يبقى اصغر من ايه؟ يبقى اصغر من 90، 90. يبقى اصغر من 90، اذا يبقى كده اكسلنت. بس احنا هتقابلنا مشكلة بسمة في الاخر، ان احنا لا هفهمك في الاخر، هفهمك هو في الاخر. اكبر مساوي. نعم لا المفروض اكبر من ولا اصغر، مش المفروض اكبر من ولا اصغر، اكبر من سوري، اكبر من او المفروض يساوي اكبر من 90. صح 90 يبقى يساوي، يبقى اكبر من او يساوي 90، يبقى اذا اكسلنت صح. يبقى اكسلنت بقى نعملها ازاي؟ اكسلنت ثواني، اكسلنت دي ادوس كده وادوس ايه؟ اف 4 عشان تبقى اكسلنت على طول، دوس كوم. بعد كده طب لو لا يبقى اف تالت، ماشي اف تانية. كوما اه هنبتدي نعمل ايه؟ ولو الخلية كانت أكبر من أو إيكوال 80. طب لو اكبر من 90، اكبر من او يساوي 90، تمام هنقول اكسلنت. طب لو لا اكبر من او يساوي 80، لا يبقى اصغر من 90. ما اصغر من كده 90 في إلس. يا شباب اسمعوا ايه شباب، لحظه احنا قلنا ايه؟ لو اكبر من 90 اذا اكسلنت، تمام يعني اذا هيبقى اكسلنت. طب لو لا، ما هو مفيش اكبر تاني من 90، هيبقى لازم اصغر، فاهمين قصدي ولا لا؟ لا ليه طيب ما نقولش لو يساوي او اكبر من 80؟ ايوه
يا شباب افهموني. ما هو لو اكبر من او يساوي 80، طب انا هعملها زيه. يبقى لو ده اكبر من او بيساوي 80، لحظه، اكبر من او بيساوي 80، اذا نعملها فيري جود، ندوس عليها وندوس اف 4 عشان نثبتها. تمام. اذا وبعد كده اف 3، ها لو ده اكبر من او بيساوي 90 او بيساوي 70 كده جود. اذا يبقى جود. جود اهي، ادوس عليها وادوس ايه اف 4. تمام. لو اكبر من، لو لا طب اف كمان، ها لو اكبر من او يساوي 60، لو دي لو اكبر من، لو المجموع ده اكبر من او بيساوي 60، 60 اذا يبقى اكسبت. اه طب لو لا كما قلت فيل، يبقى فيل، فيل واقفل اربع قوس. ماشي اهو، ادي 1 2 3 4، ندوس انتر. تعال نشوف، ها ده كده 71 واقع ما بين الجود، من 70 ل 80 جود، صح. 77 هيبقى جود برضو، اكسبت 60.5، فيري جود 85، 85 ما اعرفش ايه. طب اكسلنت، عايزين نكتب كده مثلا فوق 100 مثلا، اكسلنت كده. الله ينور يا شباب. وعليك اسمع، وعليك بقى يا ريس، يعني ردوا عليا، وعليك يا ريس. تمام كده كده وعليك يا ريس. تمام اوكي. انا بجد انا كده خلصت على فكره، احنا كده خلصنا. انا مبسوط ان فعلا فعلا المره دي عمالين كده بنسعى كده، والموضوع حلو قوي. اتمنى ان شاء الله المحاضره الجايه يوم الجمعه الجايه ان شاء الله هقدر افيدكم بحاجات كتيره جدا جدا جدا، والخص لكم داتا كبيره جدا اقدر اساعدكم بيها ان شاء الله. بصوا ده الهوم ورك، مش هوم ورك يعني، حاجه بسيطه كده ليكم يعني. لو احنا عندنا اسم طلاب، ده رقم التسلسل لاسم طلاب، ودي المجموع، ودي النسبه، وده التقدير. تمام كده يا شباب. وبيقول لك ايه، ده امتياز وجيد جدا وجيد ومقبول اهو. و الو تمام. وهنا بقى دي شويه اسئله، يعني يقول لك ايه، كم طالب حاصل على كلمه مقبول، كم طالب على جيد جدا، كم طالب على امتياز، كم طالب راسب. عارفين دول هتستخدموا فيها ايه ولا لا؟ نعرف ايه بنعد نعد كده، نعد على صوابعنا. هي مش ديت اللي هي المحاضرة الأولى؟ دي لو صح، دي المحاضرة الأولى، صح جدع جدع، هي دي المحاضرة الأولى جدع. بص، وكم طالب راسب في اللغة العربية، وكم طالب حاصل على الدرجة النهائية في اللغة الإنجليزية. بصوا الموضوع جامد قوي، حاولوا تفكروا في الشوية اللي تحت دولت، جامدين جدا. بس ودولت دي بتاعت اف، والمجموع والنسبة والتقدير ده لسه عاملينه. تمام كده يا شباب؟ طيب انا معلش، ممكن معادله بس عشان اللينك كان فصل معايا. معادله ايه؟ انهي معادله؟ اللي هي الجدول الاخير اللي كنا شغالين عليه. ما هي المعادله موجوده جواه اهي. ايوه ممكن، معلش تعيد واحده منهم بس. قلبي حاضر. اللينك فصل معايا والله ولسه راجع. حاضر، نعيدها من الاول، بس نعيد على الطريقه اللي انا كنت شغال عليها في الاول. ماشي يا شباب، تعال نعملها هنا. دي انا عملتها، يا الثانيه زيها ولا حاجه مختلفه؟ والله هي، والله وحياه ربنا خلاص هي. خلاص لو هي خلاص وغلاوتك هي، هنسيبها حاجه ثانيه. طب انا اقول لك على حاجه بقى حلوه عشان تعملها، والله ما بهزر. بصوا يا شباب، انا مش بطلب منكم هوم ورك ولا حاجه، دي حاجه ليكم انتم. حاول تشتغل على الشويه دولت، وبعد ما تخلص دولت اسمع مني، اشتغل على دولت هيبقوا، بصوا هيخليكم دماغتكم دي عامله زي خليه النحل، بتفرك كده عشان تجيبوا النتائج دي. اهم حاجه ما تعدوش على ايديكوا او على صوابعكوا. تمام يا شباب، عدوا بمعادله، انا عايزها بمعادلات خلاص. ويوم الجمعه الجايه، يوم الجمعه الجايه احل معاكم الهوم ورك ده، يعني فكروني ان يوم الجمعه الجايه احله معاك. ماشي يا شباب؟ خلاص ماشي. انا مبسوط جدا والله. حضرتك هتنزل الفيديوهات على اليوتيوب؟ بص اقول لك على حاجه، انا بنزلهم، انا بكره ان شاء الله هنزل الفيديوهات وهبعت لكم اللينكات على جروب. خلاص كده تمام كده. طب حضرتك هتبعت بتاعت امبارح والنهارده؟ لان انا ما حضرتش امبارح. طبعا طبعا هبعت الاثنين. ماشي يا جماعه. طيب خلاص، الهوم ورك ده ممكن نبعت ازاي؟ طيب ولا ايه؟ نعم، نبعت الهوم ورك ده ولا ايه؟ ايوه انا طبعا، وانا هسيبك. هنبعت ازاي؟ انا هبعت لك على الواتساب. حاضر. ما
مات احنا كطلبه ان لا 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 انا مش عايز منك حاجه، لا 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 ما تفتكرش انا عايز منك حاجه، ده ليك انت. تمام ماشي، انا مش عايز حاجه والله. ماشي تمام يا شباب. تمام. حد بصوا يا شباب اسمعوني كويس، اي حد عنده مشكله في الاكسل يبعت على الجروب ويقول ايه المشكله اللي عنده، او يبعتها كده كفويس وان شاء الله نحلها مع بعض. انا بحب ان انا ايه اساعد الناس في الاكسل. ماشي يا شباب. تمام تمام يا دكتور. شكرا جدا ليكم. وان شاء الله ان شاء الله هبعت لكم الفايل ده دلوقتي على على الجروب دلوقتي بتاع الواتساب. ماشي يا شباب. تمام ماشي. شكرا شكرا جدا. شكرا جدا يا سعد. مع السلامه. مع السلامه. شكرا لحضرتك.